متابعي ومشاهدي إذاعة الحياة فام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. احنا ما زلنا مواصلين في تغطية للحدث الطبي اللي انعقد اليوم بولاية المنستير اللي هو الأيام العلمية الرابعة للمعالجة بالنباتات الطبية في الأمراض النفسية والعصبية. ذيك علاش سعيد جدا بحضورها معايا وصال دكتورة وصال دردوري، عضو بالجمعية التونسية للنباتات الطبية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكم بحثنا. شكرا لك على قبول دعوة دكتورة. أولا لو نحكيه على أهمية المعالجة بالنباتات الطبية للأمراض النفسية والأمراض العصبية اليوم. هو لازمنا نقوله إنه النباتات معناتها تغطي برشة أمراض، من بينها هي النفسية والعصبية اللي نعرفوا أنهم مشاكل هذوما راهم دو بلوز أون بلوز في الصيدلية. معناتها أنا كصيدلانية دونك هاك علاش حابينا نلقيو أنا أتير لاتنسيون من أهمية المتويت بالأعشاب في الأمراض هذوما. دونك واكيد جدا تنظيمكم للايام العلميه الرابعه هذه للمعالجه بالنباتات الطبيه في الامراض النفسيه والامراض العصبيه اكيد عنده مردود ايجابي وعنده انعكاس ايجابي على تحليل المعلومه الطبيه عند الصيدلي وعند الطبيب. دونك الطبيب في البريزون شارج نتاعو وفي تشخيصه للمريض اكيد جدا عنده ايجابيات وعنده انعكاس ايجابي على التكوين المستمر ليه وعلى تحليل المعلومه الطبيه. بالطبع احنا الأطباء والصيادلة نخدموا مع بعضنا، معناتها هو الخدمة متاعنا مشتركة، واغتنمنا الفرصة متاع الأيام هذوما باش تستدعينا أخصائيين وأطباء أخصائيين، خاصة دي بيدوبسيكاتر معناتها للأطفال، باش نلقيو النظر بوغ أتيغي لوغ أتونسيون دو لانتيغي متاع المداوات بالأعشاب. ولو غلي زاد باش نجمو نخدمو بالأدوية معناتها اللوباتي معناتها الموجودين الشيميك احنا نقولوهم والمداوات بالأعشاب وفير ليك ان اكيليبر ما بيناتهم، وهكا معناتها باش نكونوا نخدموا بعضنا بوغ اميليوري. هذا شنو الهدف نتاعنا من هذا الكل؟ هو المريض، معناتها المريض باش يكون بيان اونكادري. دونك احنا شفنا ايضا بشراكه مع كليه الصيدله بالمنستير وايضا اسوسياسيون امريكان دونك اليوم حاضره مع خاطر راهو عندنا لون دو بيوجيني، معناتها احنا حتى المدرسين نتاعنا راهو بشراكه عندنا دي فرونسي دي امريكان دي كنديان. معناتها صح دكتور، عمل مشترك. يعطيك الصحه دكتور، عايشك مرحبا بكم. في الاخير حاب تقول كلمة؟ ولا حبيت نقول لكم مرحبا بكم، وسي بيان معناتها انه حتى لا بريس ال سانتيريس لهذا باش اتيري لاتونسيون نتاع المواطن باش يعرف معناتها لانتيغي نتاع النباتات ودور الصيدلي زاد في المداوات بالاعشاب. مرحبا بكم. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.